ارتبط اسم الكاتب الصحفي الراحل خالد توحيد بقناة الأهلي، دخلها مقدما لبرنامج ملعب الأهلي محققا نجاحا باهرا، خاصة بعد تألقه في قيادة استاد النيل خلال بطولة الأمم الإفريقية 2008. فكلما بحثت على اسم خالد توحيد على شبكة الإنترنت وجدت اسمه مقترنا بقناة الأهلي التي تولى رئاستها مرتين. حقق خالد توحيد في عالم الصحافة الرياضية الكثير، نال جائزة الصحافة العربية عام 2001 لتدخل تلك الجائزة الرفيعة إلى مصر لأول مرة، وحصد شهرة كبيرة كناقد رياضي يحرص كل الحرص على الأخلاق والمبادئ والقيم الرفيعة. امتلك توحيد قلما وقلبا، قلم لا يحيد عن الحق، قلب نظيف لا يحمل إلا الخير لمن حوله، فنال الحب في حياته والترحم عليه عند مماته. حقق خالد توحيد الكثير من النجاحات داخل قناة الأهلي، كان أحد الأعمدة الرئيسية عند بث القناة رسميا في مارس 2010 بعد فترة من البث التجريبي، حيث كان رئيسا للقناة وقتها، أطلق الكثير من البرامج والأفكار الجديدة. نالت القناة إبان تلك الفترة شهرة واسعة ومتابعة مكثفة. استطاعت برامج القناة التفوق على كل البرامج الرياضية بالقنوات المختلفة. دارت الأيام، عاد توحيد لرئاسة القناة بقرار من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي وضع ثقته في توحيد لقناعته برزانة تفكيره واحترامه لنفسه ومهنته. لم يبخل خالد توحيد يوما على قناة الأهلي بجهد أو فكر، ظل يعمل لآخر يوم له. وعندما استعد للظهور مجددا على شاشة مقدما لبرنامج يؤرخ لتاريخ الأهلي، ترك هو التاريخ يتحدث عنه ليكتب بحروف من نور عن رجل فريد من نوعه، عن كاتب صحفي تتشرف صاحبة الجلالة بانتمائه لها، إعلامي تلفزيوني كما يقول الكتاب. فارق خالد توحيد الحياة ساجدا داخل مسجد النادي الأهلي، بكت مصر على رحيله بعدما تمسك لآخر يوم في عمره بالمبادئ التي تربى عليها وعاش من أجلها.